ينضم إلينا من دبي خبير التواصل الاجتماعي أيمن عيتاني. صباح الخير أيمن، وأهلا وسهلا فيك معنا بالصباح. يعني مثل ما عرض التقرير، ليس هناك من مفاجئ أنه خلال أزمة كورونا كان هناك ارتفاع بمشاهدات المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا سيكون هناك تراجع أيضا كما أشار الموقع، ولكن هل تبقى مواد الفيديو اليوم هي الأكثر شعبية والأكثر مشاهدة، وهل سيبقى هذا المنحى حتى بعد ما نتجاوز هذه الأزمة؟ هلا نانسي، اللي بيلفت النظر بالفيديو انه نحن عندنا اقبال كثير كبير، يعني حتى الفيديو خارج الانترنت، يعني بتلاقي في برامج تلفزيونيه كثير كانت رائجه بفتره كوفيد، يعني مش بس موضوع انترنت، لانه نحن كاشخاص بيهمنا هالمضمون بالوقت الزائد اللي عندنا اياه عم نستعمله. منشان هيك عم نشوف في برامج تلفزيونيه وكمان على الانترنت، عم نحكي نتفليكس وامازون برايم ومواقع تواصل اجتماعي متخصصه بالفيديو مثل تيك توك، كمان كانت رائجه، وهو يعني كاصناف مضمون عندنا ثلاثه دائما، كاخبار، والصف الثاني اللي هو التعليمي، والصف الثالث هو التسليه. فعادة المضمون عم بيكون بهالثلاث اصناف، ونحن وين فينا ناخده كاشخاص عم ناخده. هلا اكيد لما موضوع كوفيد عم بخف علينا ان شاء الله على الكل، وعم نقدر نحن نرجع شوي شوي لحياتنا الاساسيه، فوقتنا واهتمامنا عم يبلش ينقل شوي، فاكيد حيكون في شويه انخفاض، بس لانه يعني عم نروح اكثر على الشغل، ففي الوقت على الطريق بالشغل، وقت المكتب اكثر، وقت مع الاصدقاء والاقارب اكثر، فبده يخف شوي. بس هو موضوعه كله عن طريق الفيديو، واللي بيلفت النظر كمان هو عن طريق الفيديو اللي على التليفون، يعني احنا طريقه الاستحواذ تبع الفيديو على التليفون كثير اكبر من سنين قبل، من هي من قبل كوفيد، واكيد مع كوفيد كانت زائده كثير. طيب، في بعض الأنماط الاستهلاكية، يعني إذا بدنا نحكي شوي عن الفيديوهات بشكل عام على مواقع التواصل أو حتى لمنصات رقمية مثل نتفليكس، تغيرت وازدادت. هل تتوقع هذه الأنماط الاستهلاكية لهذا النوع من المواد تستمر ما بعد الأزمة، أم أنه ستعود إلى طبيعتها كمان مع عودة الحياة إلى طبيعتها أو إلى سابقها؟ هلا اذا بنحكي ببيوتنا نحن، خلينا نحكي على صعيد يعني استحواذ الفيديو للتسليه واستحواذ الفيديو للتعليم. جهز قصه منيح منا، جهز ببيتنا، يعني بقوت القعده، بغرف الاولاد، جهزنا طرق ليكون في تلفزيون مربوط بالانترنت، لانه عم نحتاج، كنا بفتره كوفيد على اشهر كمضمون ناخده عن طريق التلفزيون، اشتراك تلفزيون، وعن طريق اشتراك الانترنت. فهذا التجهيز والعادة الموجودة صارت عنا نحن أنه نقدر نحضر ونشوف هذه المواد، هيدي عادات كانت موجودة بس ما كانت كتير قوية، هلأ وصارت مقبولة أكثر. وكمان إذا بنحكي على صعيد التعليمي، في كتير من المدارس كانت تقول قبل نحن أنه لا، بعدوا عن يوتيوب وبعدوا عن ويكيبيديا، بعدوا عن المواضيع، بس هلأ بظرف كوفيد صاروا لا، مرتاحين أكثر يبعثوا هالفيديوهات لأولادنا ليحضروا ويتابعوا هالأمور. فهيدي صار في قبول أكثر من المدارس ومن الأهل أنه الناس تقعد على الإنترنت، يعني أكيد في تسلية وفي تعليم وفي أخبار عليها كمان، ففي قبول اجتماعي أكثر، في عنا عادات أكثر موجودة. وتاني شيء صار إحنا عنا هالعادة، نجي إنه بعد هلأ يعني بنرجع على شغلنا ونرجع لعادات اجتماعية، عنا عادة صار نتابع هالمضامين الجديدة يلي سنحت لنا الفرصة نقضي وقت أكثر فيها. طيب، كان في فترة معينة أيمن كنا نقول أنه الفيديوهات يلي مدتها قصيرة هي الأكثر شعبية، يمكن خلال هذه الأزمة حتى الفيديوهات الأطول مدة كان لها شعبية وازداد استهلاكها. برأيك عم بيكون في تغير بعض الشيء بمدة الفيديوهات يلي عم بيتم استهلاكها اليوم، أم أنه الموضوع يعتمد على المنصة أكثر يلي تشاهد من خلالها الفيديوهات؟ ناسي سؤالك محله، لانه انا بس اشتغل مع مؤسسات مثل فيسبوك ويوتيوب بالمنطقه، كانوا يعتبروا بيسموه لونج فورم فيديو، الفيديو اللي مدته طويله، في منهم بيعتبروه فوق الدقيقه، في منهم بيعتبروه فوق ال 15 ثانيه، بيعتبروه انه هذا صار يعتبر طويل. بفتره كوفيد يلي انت تفضلتي فيه كثير مهم، لانه نحن صار عندنا درجه استهلاك كثير كثير كبيره، وحتى انا بشوف يعني في مؤسسات تجاريه كانت تبعت ايميلات تسويقيه، كان يبقى عدد الناس اللي بيفتح الايميلات عددهم قليل
قليل، بس بفتره كوفيد عم بيروح من 10% ل 30 و40% يعني هالارقام ما كانوا يشوفوها قبل، لانه نحن بهمنا قد ما فينا كنا بهالفتره نقرا ونشوف ونتابع. فهالفيديوهات الطويله عم تسمح لنا اكثر ونكون نتابع اكثر، وهن كمؤسسات مثل يوتيوب وفيسبوك وتيك توك بهم لما بتشوف الناس عم تقضي وقت اكثر بفتره طويله بهالنوع الفيديو، فبيصير بيعطوك انت كمشاهده فيديوهات اكثر من الموضوع، وكمان الشخص يلي منتج له الفيديو عم بيجربوا يوصلوا له الفيديو اكثر لعدد من الناس، لانه عم بيشوفوا انه وقت المتابعه عم بيكون كثير اكبر من العاده. طيب ايمن، هل هذا الشيء يعني كمان انه لازم على صانعي المحتوى او الشركات اللي بدها تسوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعمل محتوى مخصص لكل منصه، مثلا اذا عم نحكي عن تيك توك بمده قصيره، محتوى خاص بيوتيوب وربما اخر لانستغرام وفيسبوك؟ هلا صناع المحتوى بهيدي الفتره كان صعب عليهم، خاصه الناس صناع المحتوى اللي معودين شو كان مضمونهم؟ مطعم جديد، محل جديد فتح، محل تياب جديد، سفره. فهلا قعدوا بالبيت وين شو بدهم يحكوا؟ يعني المواضيع العاده يلي بتسمح لهم يعني انه بيغطوا بس انه بيفرجوا بيغطوا تغيرت عليهم، فاضطروا يفكروا بمضامين، يعني يفكروا بمضامين، وكمان صاروا يجربوا انواع مضمون من ضمن البيت، من ضمن الحواضر اللي عندهم اياها هن الموجودين فيهم، فاضطروا هن يتعلموا طرق جديده لحتى يعملوها. فهذا المضمون حيساعدهم هلا لهم وحيساعدهم بعدين اكثر شوي. وكمان من جهه مثلا منصه مثل تيك توك، منصه تيك توك غير منصات مثل انستغرام وفيسبوك ويوتيوب. يوتيوب عم نحكي الفيديو بيكون على فتره طويله وفيه مضمون وفيه وقت اكثر عليه. منصه تيك توك فيها موضوع سرعه، في موضوع فكاهي اكثر كمان، فبتلاقي في مواضيع كثير يلي هن خاصه بالميك اب او بالشغل او بالانترنت او بخاصه بمواضيع اجتماعيه، الناس عم تقدر تدرس وتحاول تكون بطريقه فكاهيه اكثر على 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 تيك توك. فهون النوع المضمون تغير وعم يتغير حسب المنصه اللي هن موجودين فيها. شكرا جزيلا لوجودك معنا هذا الصباح من دبي، خبير التواصل الاجتماعي أيمن عيتاني، يومك سعيد.